أهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءات حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع الدكتور حمزة يوسف. أهلا وسهلا دكتور. أهلا حمزة. أهلا بكم دكتور سليمان. دكتور حمزة، خلني أبدأ بمواضيع لها علاقة بفكرة التجديد الديني أو تجديد الخطاب الديني، وهي قضية كما تعلم وأنت متابع وتتحدث في هذه المسألة كثيرا. منذ ظهور جماعات متطرفة وعنيفة وشديدة العنف مثل داعش وأخواتها، بدأنا نتحدث عن ضرورة إصلاح الخطاب الديني، تقديم خطاب متصالح، خطاب ديني متصالح مع الزمن. لكن خلني أبدأ بمقولة لك أو قلت، ما خلاصته؟ الغرب المسيحي تبنى فكر ابن رشد، في حين الشرق المسلم رفض ابن رشد وتبنى صيغة سطحية من نقد الغزالي للفلسفة. طبعا هذا مدخلنا للحديث عن إصلاح الخطاب الديني. أنت هنا تبرئ الغزالي من تهمة تأسيس رفض الفلسفة بين المسلمين. والصورة المنتشرة بين من يقرأ عن الفلسفة من غير المتخصصين يرى أن أن الغزالي هو من أوقف التوجه الفلسفي. حدثنا عن هذه الفكرة. بسم الله. أولا أنا أعتقد أن إنسان واحد هل يمكن أن يوقف التيار الفكري كفلسفة؟ هذا يستحيل. فهي تهمة المستشرقين على الغزالي، وللأسف تبناها هذه التهمة غيرهم من المسلمين. فإمام الغزالي هو من أعظم العلماء في التاريخ الإسلامي، خاصة في الأصول، وللأسف اختطفه الصوفية، فهو دائما ينسب إلى الصوفية كأنه صوفي، لكن هو من أهم الأصوليين في تراثنا، وهو الذي أدخل هو عن طريق أستاذه إمام الجويني، هو أدخل أهمية التعليل في كل شيء، والمقاصد، هذا فكر المقاصد في روح الشريعة. وكذلك هو كان، ما في شك أنه درس الفلاسفة، فهو في تهافت الفلاسفة أعد هناك 20 قضية فلسفية، وجعل 3 منها من الكفريات، وأما غيرها هو بين الغلو في بعض أفكارهم. لكن من ناحية الطريقة أو المنهج الفلسفي في الفكر هو تبناه تماما. فمن من من ذلك إذا نقول أن الفلسفة هو البحث عن الحكمة، باللغة اليونانية حب الفلسفة، حب الصوفية، الحكمة، فهو محب الحكمة، هذا معنى الفيلسوف. فلا بد من الحكمة والبحث عن الحكمة، والحكيم هو العالم الحقيقي. فهو من هذا الجانب أرى أن أبا حامد ظلم من قبل، ويبدو لي أنه اختزل في عنوان الكتاب تهافت الفلاسفة. الناس تنظر لهذا العنوان أنه نفي للفلسفة تماما. نعم، لكن المنهج قبله، حتى ابن خلدون في المقدمة ينتقد الفلاسفة، لكن يقول أن منهاجهم من أسلم المناهج في البحث. فلذلك أبو حامد هو أدخل المنطق في أصول الفقه، في كتاب المستصفى، وهذا من أهم كتبه، هو جعل المقدمة في المنطق، لأن المنطق هو كالنحو للفكر. النحو هو يسلم اللسان من الخطأ، والمنطق يسلم العقل من الخطأ في التفكير. ما أهمية الفلسفة في الحديث عن تجديد الخطاب الديني، في الحديث عن الانفتاح الفكري في العالم الإسلامي؟ تعرف كما تعلم دكتور حمزة، هناك من للأسف الشديد يرفض. كفر. رفض وكفر. حتى تدريس وتعليم الفلسفة. هو هذه إشكال كبير. الغرب، الفلسفة مهمة جدا في الغرب، وهذا من الأشياء التي جعلتهم يتقدموا، لأن هو منهاج في التفكير، دائما البحث عن العلة. مثلا فلسفة الأولى يسمون ميتافيزيكس، ميتافيزيقية، هذا البحث عن العلل. والعلة نحن نقول أن مثلا علة هذا الكون، من أين وجد هذا الكون، هذا بحث في اللاهوت، فهذا من أهم البحوث. إذا ما عندك فلاسفة، حينما الحضارة، التحديات مثلا تغرب الحضارة، إذا ما عنده من يرد على هذه الأشياء بالعقل والفكر، هو الوحي أساس عندنا، لكن العقل مع الوحي
هذا هو يعني الذي نعم. يحفظ الحضارة من هذه خطورة. والآن للأسف عندنا كثير من الناس عندهم تساؤلات ولا يجدوا من يجاوب هذه التساؤلات. يعني مثلا الشر، وجود الشر في, نعم. في العالم. نعم. ولذلك أنت تقول أيضا امتداد لما للإشارة التي أشرت لها، تقول ما خلاصتها: العلماء المسلمون لم يكتفوا بالوحي بمعنى النص الديني، وإنما أيضا أعطوا مكانه للوحي بمعنى مخرجات العقل. نعم. لو تحدثنا أو توضح في هذه الفكرة. هو لابد من عندنا النقل وعندنا العقل. العقل. والمعتزلة هم فضل العقل على النقل في أشياء. يعني أهل السنة لم يرفض العقل أبدا، بل هم استوعب ما كان من خير المعتزلة. هم تأثروا من المعتزلة، لأن دائما حينما عندك من يضادك لازم تفكر، ويجعلك تفكر في أشياء ممكن لم تكن تفكر فيها من قبل. فهؤلاء ساعدوا يعني ديننا في أشياء كثيرة، جعلهم فعلا ينظروا في أشياء ما كان ينظروا فيها. فحينما التحديات تأتي عندك طريقة للرد على هذا الشيء. فالعقل هو 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 مهم جدا. أبو حامد في كتابه الإحياء له القسم الأول اسمه كتاب العلم، هو ينهي هذا الكتاب بأهمية العقل وتكوين العقل. أفلا تعقلون، يعني الله سبحانه وتعالى يسأل في القرآن أكثر من مرة: أفلا تعقلون. لأولي الباب، يعني اللب هو العقل، أولي النهى، النهى هو العقل. فالعقل مهم جدا، هو نور على النور، يقول فخر الدين الرازي: وحي على العقل. فالعقل كأنه مصفاة، هو المصفاة يصفي الأفكار. نعم. ولذلك ودي أسأل، يعني هذا السؤال لم يكن مرتب له من قبل حقيقة، ولكن إعجابا بطرحك دكتور حمزة يوسف، الفرق بين المسلم المفكر الذي دخل الإسلام بخلفية ربما كانت مختلفة، يعني من تجربتك أنت دخلت الإسلام بعد تجارب متنوعة، والمسلم المفكر الذي ورث كثير من المسلمات وربما لم يناقشها، لم يطرح الأسئلة الفلسفية التي نحتاجها اليوم، هل ترى يعني هناك فرق بين المفكر المسلم الذي ولد مسلما والمفكر المسلم الذي دخل الإسلام بعد تجارب منوعة مختلفة؟ هو الإسلام، نحن نؤمن بالإسلام. أنا الحمد لله لم أولد مسلمة، ولكن بحثت عن الحق والله سبحانه وتعالى هداني إلى هذا الشيء، وأنا اقتنعت بالإسلام كدين. لكن فعلا فكرت كثيرا ودرست الأديان. أنا دراستي في الجامعة كانت في مقارنة الأديان. فأما الذي ولد مسلما ممكن لا هو مقلد في عقيدته، وفي وإن شاء الله هذا يعني سينجيه يعني نحن لا يعني لا لا ننتقص إطلاقا من هذا الشيء نعم أبدا. أما المفكر الذي فعلا لا بد أنه يقتنع، لأن الإيمان يتزعزع إذا مثلا ضربات الصروف الدهر تصيبه، هو قد يجعل إيمانه يعني يقل بهذا السبب. فإذا ما عنده قناعة عقلية وإيمانية قوية. ومن ناحية أخرى فخر الدين يعني يذكر أنه كان يتبعه 70 من طلابه. فامرأة عجوز سألت: من هذا؟ قال: هذا، ألا تدري هذا فخر الدين الرازي، له 70 دليلا على وجود الله. قال، فهي ضحكت وقالت: إذا لم تكن له 70 شكا في وجود الله ما احتاج إلى 70 دليلا. فلما سمع هذا قال: عليك بإيمان العجائز. فالإيمان هو حتى الإنسان البسيط، وهذا من جمال الإسلام، أن الإنسان البسيط الذي يحفظ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الإيمان يكفي. وأما يعني البشر يختلف، هناك مراتب في الفهم. فإذا ما عندنا من فعلا يتمكن من الفكر حتى يقنع الآخرين، فالعقلاء أو الناس اللي فعلا عندهم عمق في الفكر ممكن يضلوا ولا يهتدي إلى هذا الحق. نعم. يعرف عنك أيضا دكتور حمزة يوسف أنك تتشدد في مسألة التقيد بإحدى المذاهب الأربعة،
نسب إليك مقولة لا بد لكل مسلم أن يلتزم بأحدها. إذن كيف تنظر لجهود تجديد الخطاب الديني إذا أنت تريدنا أن نلتزم بأحد المذاهب الأربعة في الدعوة لتجديد الخطاب؟ البعض أحيانا يدعو لي ربما اسمح لي لنسف هذه المذاهب والتعايش مع اليوم، مع مفهوم اليوم، مع فكر اليوم. هو أولا المذاهب طرق لاستنباط الأحكام مثلا في الفتاوى وفي صحيح، فلا بد من التزام بهذه الطرق، لكن ليست نصوص مقدسة. يعني الفقهاء اجتهدوا في زمنهم في أشياء كثيرة في زمنهم، نعم في زمنهم، فلا بد من يعني الاجتهاد واجب في كل عصر. نعم، هذا حتى في كتبنا الأصولية عادة باب الأخير هو في الاجتهاد، فلا بد من الاجتهاد. الجمود على النصوص كما قال القرافي أبدا ضلال وإضلال، فإذا يتجمد العالم على النصوص هذا يؤدي إلى خلل في الدين، فلا بد من الاجتهاد. ولكن العبادات نلتزم، يعني في أكثر الأشياء في العبادات المذاهب تكفينا، أما في المعاملات فلا بد من التجديد. مثلا النظام العالمي الآن في البنوك وفي التجارة تختلف تماما. إذا نحن نلتزم الصيغة في البيع والشراء، يعني في كثير من الآن البيع فاسد عند إذا ليست هناك الصيغة بين المشتري والبائع إلى آخره. حتى في مثلا افعل ولا حرج، هذا كتاب ألفه أحد العلماء في السعودية عن الحج، أهمية تلفيق المذاهب في الحج، فهناك لا بد من الاجتهاد، لكن لا بد من الذين لهم أهلية لذلك، الأدوات، لأن الاجتهاد صعب جدا. يعني ما ممكن أنا أرى أن المذاهب الأصول التي وضعها العلماء هذه الأصول ثابتة والصحيحة لكل زمان ومكان، يعني أصول مالك رضي الله عنه 16 أو الأصول الحنفية أو الحنبلية أو الشافعية، هذه الأصول قوية جدا، فليلتزم العالم بهذه الأصول. أما الخروج عن هذه الأصول فهذا سيؤدي إلى خلل كبير جدا، ونحن نشاهد في هذا العصر الكثير ممن تركوا هذا المنهاج الأصولي أدى إلى فوضى دينية. يعني مثلا من عجائب هذا الدين أن إذا تذهب إلى مكة اليوم هناك الإباضي والصوفي والسني السلفي والحنبلي الشافعي الحنفي المالكي، كلهم يلتزمون بصلاة واحدة تقريبا، الفروق قليلة جدا شكلية نسبيا يعني شكليا نعم. إلى قبلة واحدة. نفس الشيء في رمضان، قد يختلف في إثبات بداية رمضان مثلا أو نهاية رمضان بالرؤية وهكذا، دول قد تختلف، لكن الصيام كما هو. فهذه العناصر الوحدة التي في ديننا لا توجد في أي دين آخر على وجه الأرض، فينبغي لنا أن فعلا نركز على هذه القواسم المشتركة. ولكن الأصول وإثبات هذه الأصول التي أثبتها علماؤنا في القديم لا بد منه. وأنا تعلمت مثلا العقيدة درسنا ومالك هو سائر الأئمة كذا، أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا، حكى القوم بلا بد أن يفهموا. يعني هذا أمتنا استمرت على هذه الحقيقة لأكثر من 1000 سنة، فمن الخطير أن فعلا نقول أنه نبدأ من جديد، هذا خطير. لكن الاجتهاد لا بد منه. ممتاز. أيضا وهذا حدث مهم، تم اختيارك عضوا في مجلس الإمارات للإفتاء. سؤالي، ما أهمية وجود سلطة مركزية للفتوى؟ لا بد. أنا أرى رغب الإسبهاني في الذريعة إلى مكان الشريع، وهذا من أهم كتبنا في الأخلاق. هو يقول من أوجب الواجبات على الحكام مراعاة المتصدين للعلم، من أوجب الواجبات، وإلا يؤدي إلى فوضى دينية. ديننا يختلف عن بعض الأديان التي لها طقوس تعبدية، ديننا له معاملات، ديننا له أحكام سلطة. فإذا نحن مثلا الآن كثير من المتطرفين يظنون أن هذه الأحكام السلطانية هذا بأيديهم، فأعوذ بالله يطبق الحدود، وهي ليست في الحقيقة تطبيق الحدود، هو عكس، هو جريمة على المجتمع،
لكن هو من جهله يظن أنه له حق في ذلك. فنحن رأينا الفوضى هذا، فلا بد من الفتوى ومراعة الفتوى ومن يصدر الفتوى. هو الشيخ عبد الله له مثلث، الشيخ عبد الله عبد الله بن بيا، نعم له مثلث يقول أن هناك فتوى ألف باء وجيم. يقول فتوى ألف الكثير ممكن يفتي، يعني لأن الفتوى هو تبيين حكم الله عن دليل. فمثلا إذا واحد يذهب إلى الحج وممكن تجاوز الميقات، هو يسأل الكثير يعرف جواب هذا السؤال فيفتيه ماذا يفعل، يعود إلى راغب أو يعني فداء أو شيء، فهذا الكثير ممكن يفتي في هذا الشيء. أما فتوى باء فهو للمتخصصين، يعني الذي تخصص مثلا أحكام الطلاق، أحكام يعني الآن هذا طلاق الثلاث هذا يوجد الآن كثير، فكيف واحد يكون متخصصا؟ الشيخ عبد الله هو يعني عنده رأي في هذا الشيء من ناحية المصلحة فهو يفتي. أنا أضرب لك مثلا واحدة، كنا في أمريكا، في واحدة أسلمت فزوجها رضيت بإسلامها، المسلمون هنا قالوا لها لازم تطلقي زوجك وإلا أنت زانية، فهي كادت تترك الإسلام. هي في واحد دلها علي، اتصلت بي، أنا كلمت شيخ عبد الله في هذا الشيء، فقال هي في دار غير مسلمة وهناك قول، هذا قول قد يكون ضعيفة لكن في هذا المناسب هو الوصف المناسب لها، فهو أفتى ببقائها ما دامت زوجها راضية عنها. بعد 6 أشهر زوجها أسلم، فكان بإمكاننا أن نفقد 2 بدل أن يعني نفقد واحدة، ولكن كسبنا 2 بسبب هذه الحكمة. فهذا اجتهاد منه، هذا للمتخصصين. أما فتوى جيم فهذا هي الأحكام التي تتعلق بالسلطان، لأن هناك أشياء مثلا إعلان الجهاد، هذا لا يجوز لواحد يعلن الجهاد على من؟ هناك معاهدات دولية، هناك السفراء، هناك أشياء كثيرة. ثم جازت المهادنة لمصلحة كما قال خليل عند المالكية، جازت المهادنة، الإمام له حق يهادن. لا يعني أيضا لأنه شهدنا فوضى في الفتاوي مع خصوصا مع السوشيال ميديا ومع كثير. هو الشيخ جوجل، أنا أسمي الشيخ جوجل، هذا الشيخ الآن أفسد كثيرا. طيب بستأذنك دكتور حمزة يوسف بالفاصل الأول، بعدها أعود وأسألك عن جامعة الزيتونة في كاليفورنيا ودورها ومكانتها اليوم بعد الفاصل. طيب شيخ حمزة يوسف، قبل أن أفتح معك موضوع جامعة الزيتونة وهي تجربة مهمة لفت انتباهي منذ زمن وأنا أتابعك ونحضر لهذا اللقاء، لقاءاتك باللغة العربية ممتعة. يعني الله يبارك فيك. متى تعلمت اللغة العربية؟ أنا تعلمت العربية في البداية في بريطانيا، بدأت أدرسها في 70s. أي عمر؟ كيف كان عمرك وقتها؟ 18. ثم انتقلت إلى الإمارات، كانت لي منحة دراسية في شارقة ثم أبوظبي، كنت في العين 4 سنوات، وهنا التقيت بالموريتانيين فاستفدت منهم كثيرا. ثم ذهبت إلى المغرب والجزائر ودرست في المغرب والجزائر، ثم إلى موريتانيا في الصحراء، فكنت في البادية مع لأن اللهجة الموريتانية هناك لكنة موريتانية شوية. نعم الناس يلاحظوا هذا، تأثرت منهم كثيرا، وخاصة يعني في الحضارة يعني حسن مجلوب بالتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. هناك يعني في البداوة
يعني ما شاء الله هناك جمال عجيب، وهم هم هم في موريتانيا، في بادية موريتانيا. الآن تغيرت كثيرا في عشت موريتانيا، معهم عشت معهم، ويعني ركبت العيس، ويعني شربت من القربة. هم عندهم يعني حياة بدوية تماما، فتمتعت كثيرا في شبابي هناك. ويبدو أنك تحب الشعر أيضا، يعني الحمد لله عندي إلمام بالشعر حتى بالإنجليزية. أبويا كان عروضي، له كتاب العروض، فأنا استفدت منه أدبيا وأحببت الشعر. يعني هو هم العرب بلا شعر كأنه إنسان بلا لباس، يعني الشعر مهم للعرب. نعم. طيب، عودة إلى جامعة الزيتونة، هي أول كلية إسلامية معتمدة في الغرب، حدثنا عن هذه التجربة. الكلية نحن أسسناها في كمعهد في 96، ثم في بعد الأحداث سبتمبر تكلمنا مع المجموعة وقررنا أن نؤسس كلية. أولا كانت الفكر يعني كسيميناري، يعني مدرسة دينية، لكن في النهاية قررنا أن نؤسس كلية liberal arts. يعني هذا الليبرال ارتس من الصعب، انا حاولت ترجمتها الى العربيه ووجدت صعوبه، لكن اقرب شيء الانسانيات والادبيات، وكذلك يعني التاريخ والاقتصاد، يكون ثقافه عامه لكن تركيزها في الدين. فنحن اسسنا كليه الزيتون على هذا الاساس، والحمد لله الطلبة الآن يدرسون هناك، لهم 5 سنوات في اللغة العربية، ففي نهاية المطاف ما شاء الله يتقنون العربية. الدراسة جيدة. باللغة العربية؟ لا، بعض مثلا عندهم بلاغة عربية، عندهم نحو 4 سنوات، عندنا مقرر عليهم أن يكون لهم سنة في العربية قبل الدخول، هذا من شروط الدخول. بعد ذلك يتعلم العربية 4 سنوات، النحو والصرف. بكالوريوس. بكالوريوس. ثم عندهم يعني مثلا الفقه والقواعد الفقهية والأصول والعقيدة، ويعني التراث الإسلامي، لكن ندمج التراث الغربي كذلك. وهم يقرؤون، يعني نحن نسمو التراث great books، يعني الكتب التي هي مهمة جدا في التراث. مثلا في أمريكا من الغرائب، وأنت أنتم درستم في أمريكا فتعرفون هذا جيدا، من الغرائب في أمريكا أنهم ما زالوا يقرؤون أرسطو. يعني مثلا في السياسة، إذا واحد يريد أن يفهم الثورات في العالم الإسلامي، في العالم العربي بالذات، يقرأ كتاب 5 من سياسة أرسطو، هو يوضح لك أسباب الثورات. فالأشياء، الإنسان ما تغير كثيرا، وهذه العقول الجبارة في الماضي. مثلا أنا أشفق على عربي لم يقرأ المعلقات، أشفق على عربي لم يقرأ مثلا الجاحظ أو الأدب العربية. يعني سبحان الله، الأدب العربية عظيمة جدا والتراث. أنا أضرب على سبيل المثال، لما كنت شابا هنا في الإمارات كنت مولع بالمقامات، فأنا قرأت، أنا كنت أفضل بديع زمان الهمذاني على الحريري. الناس عادة يفضلوا الحريري، له شخصية خيالية اسمه أبو الفتح الإسكندري، هذا النصاب ديني، هو النصاب ديني، هو يذهب ويلبس على الناس. فأنا كنت أفكر لماذا كتب هذا، وأدركت أنه يريد أن يحذر الناس من الذين يستغلون الدين لأغراض شخصية بالطريقة أدبية. فالآداب مهمة جدا لتثقيف الناس، وخاصة لتفهيمهم طبيعة البشر. لأن هذا النصاب الديني موجود في كل زمان ومكان. استغلال الدين لأغراض شخصية. طيب، خلني أعيدك إلى كلية الزيتونة. أغلب الطلاب مسلمين أو ليس؟ كلهم مسلمون، ليس شرطا في الدخول، لكن إلى الآن كلهم مسلمون. ومن أصول عربية أو ليس شرطا أيضا؟ عندنا بعض العرب، عندنا معتنقين الإسلام، عندنا أناس من البيض ومن المكسيك ومن السود. نعم. لماذا يعني، هل هي الوحيدة فعلا معتمدة ك هي الوحيدة المعتمدة؟ عندنا .edu، يعني أنتم درستم في هارفارد، إذا تفتح في الموقع harvard.edu، .edu في الموقع معناه أنه معتمد. إذا ما عنده .edu، إذا عنده .org هو غير معتمد. فعندنا .zaytuna.edu.
E-D-U. جميل، خلني أعيدك إلى حوارنا السابق قبل الفاصل في قضايا الفكر الإسلامي والتحولات اللي تحدث اليوم في المجتمعات الإسلامية. هناك ما يشبه البعض يصفها بموجة إلحاد تنتشر بين الشباب تحديدا. أولا، هل تتفق أن هناك موجة من الإلحاد في العالم الإسلامي شرقا وغربا؟ وفي رأيك، إذا كانت الإجابة بنعم، هل الخطاب الديني المتشدد من هذه الأسباب التي قادت إلى هذا الشكل من أشكال الإلحاد؟ أولا، هناك موجة عالمية لهذا الشيء. الإلحاد ليس شيئا جديدا في البشر. نعم. يعني لوكريشيس من 2000 سنة كتب في الماديات، سقراط كان يحارب الماديين في زمنه. يعني الإلحاد موجود حتى في القرآن، يعني الدهريون موجودون، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا دهر، يعني هؤلاء موجودون في كل مكان. لكن العالم الإسلامي كانت لها مناعة لمدة طويلة من هذا الشيء بسبب الإيمان القوي الذي ترسخ في الناس، والناس عاشوا على أكناف آبائهم وأجدادهم. فالآن كان رأسمالية الإيمانية إلى حد يعني نفدت. نعم. إلى حد كبير، وهذا للأسف الشديد هذا بسبب يعني البعد عن الدين، وكذلك الجفاء الذي انتشر في الخطاب الديني. أحسنت. أنا يعني وهذا نقطة مهمة جدا، يعني الشاب اليوم الذي يتعايش مع تقنيات متجددة وربما تشكل ثورة اجتماعية في كثير من المجتمعات، انفتاح عالمي بإيجابياته وسلبياته، يعني أليس مهما أن نخاطب هذا الجيل بلغته، بخطابه، بعقليته، بظروفه اليوم؟ ما في شك. وشيء آخر، مثلا الذي يذهب إلى المسجد هذا رجل طيب في يوم الجمعة، ثم واحد لا ينزل فيه كأنه شيطان. يعني هذا غريب. أنا كم من خطبة الجمعة جلست واستغربت، يعني الرجل كأنه يجعلهم كلهم كمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني هم طيبون، أتوا للجمعة يعني ينتعش دينيا روحيا، فهذا خلاص يقول أنتم كذا وكذا. فلا بد من خطاب الود. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان عنده شفقة عجيبة، فبما رحمة من الله لنت لهم، وكان وقال المؤمن هين لين. فلا بد من خطاب الود في الدين وإعادة الحب في ديننا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أكبر مناعة للإلحاد، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ومعرفة إذا واحد فعلا يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستوعب هذه القصص والمعاني العجيبة، يعني إبراز الوجه الإنساني لتلك المرحلة بدلا من وجه الخلاف والعداء والله كره الآخر. هذا الدين هذا أجمل دين. يعني رمضان حتى العلماني العربي عادة كان يصوم رمضان، كان عندهم اللبنانيون من النصارى كانوا يصومون رمضان بعضهم، ونفس الشيء في الحبشة النصارى كانوا يصومون مع المسلمين رمضان، يجمع الناس على مائدة على إخوان، سبحان الله شيء جميل. لكن لما الدين يكون فقط حرام حرام حرام، بدعة بدعة، هذا الخطاب ينفر الناس. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. الأخلاق، أهمية الأخلاق، إعادة الأخلاق. الآن عندنا الشباب يخربون ولا يبنون، يضرون ولا ينفعون، يفسدون ولا يصلحون. هذه كارثة. نعم. في ديننا للأسف الشديد. نعم. تقول ما خلاصة شيخ حمزة يوسف؟ تقول بعض المجتمعات المسلمة لا زالت بسيطة وأخرى معقدة. نعم. ولا يمكن أن تكون الفتوى متشابهة بينهما. نعم. ولذلك نسأل كيف، يعني على هذا الأساس، على أساس هذه المقولة، كيف يمكن إسقاط الشريعة التي ظهرت قبل 14 قرنا على أي مجتمع من مجتمعات المسلمة اليوم؟ هو أولا الأصول صالحة لكل زمان ومكان. الأصول. المبادئ الرئيسية يعني. نعم. نعم. ثم الإعادة إلى فعلا المبادئ، يعني principles. main principles. نعم. نعم. لا بد من الإعادة إلى هذه الأشياء. يعني مثلا لو طبقنا آية واحدة في كتاب الله، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كم من المشاكل تنتهي بتطبيق هذه الآية.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني سكتارينزم، هذه الفرق. هو يعني هناك مقولة عن سيدنا علي يقول أن الجماعة مع الكدرة خير من يعني الجماعة مع الكدرة خير من الفرقة مع الصفوة. فالجماعة والالتزام الجماعة هذا مهم جدا. فنحن نشاهد الآن في العالم الإسلامي كوارث وبلايا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، فكذلك لا بد من أنا أظن أنه لا بد نحن السعة نحن الله أخفاها عنا، لكن علامات هذه الأشياء موجودة وتقترب بهذه الطريقة. ولكن أنت مع أن الفتوى يعني بالذات في المسائل الشائكة، في المسائل اليومية، في المسائل المتجددة، وإحنا سألتك عن عضوية مجلس الإمارات للإفتاء، الفتوى لابد أن تكون قريبة للعصر أو تكون تماماً. يعني حتى منسجمة مع العصر تماما. حتى المفتي لابد أن يعرف المكان الذي يفتي فيه. الآن عندنا أناس يفتون للأمريكان وهم هنا في قلب الجزيرة، هذا كيف لا يعرف الثقافة ولا الشروط الاجتماعية والعرف له دور كبير جدا. مثلا ماليزيا على سبيل المثال، ماليزيا من أعقد المجتمعات الآن، هي يعني ماليزيا الذين نشروا الإسلام في ماليزيا من الهند ومن اليمن هم نشروا الإسلام في مجتمع بدائي جدا. الآن هذا المجتمع تغير. إذا نحن نطبق نفس الطرق التي هم أوصلوها إلى هؤلاء في هذا سيؤدي إلى خلل كبير في مجتمعهم. نعم. وفي دينهم. دكتور حمزة يوسف، ما رأيك في العلمانية؟ شوف، جل الحكومات لو فقط كان عندنا حكام يطبقون العدالة الاجتماعية بالعلمانية ستكون أقرب بكثير إلى الإسلام مما عليهم الآن. يعني حقيقة، لأن جل الأشياء التي تجري في الحكومات لا علاقة بالدين، لها علاقة بالأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هو قال ما قال إنما بعثت لآتي بمكارم الأخلاق، لأن العرب كان عندهم أشياء كثيرة خلقية. الإسلام ما نزل في فراغ خلقي. نعم. فأهم شيء الأخلاق، والأخلاق والدين شيئان مختلفان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جاءك يرضيكم دينه وخلقه. نعم. فزوجوه. دينه وخلقه، لماذا فرق بين الدين والخلق؟ أنا وجدت علمانيين لهم أخلاق أكثر بكثير من متدينين عرفهم، فلا بد من الاثنين، إدماج بين الاثنين. لكن الأخلاق شيء والدين شيء آخر. لكن العلمانية ليس بالضرورة أنها تعارض الدين حينما نتكلم عن العلمانية في إطارها السياسي. هذا قصدي. أنا لما كنت في أنا مرة كنت في سويسرا في مؤتمر وكنا نتكلم عن الدين والدولة، في واحد هو رئيس وزراء نوروي فقال كلمة فعلا أثرت علي. قال لما أسمع المتدينين يتكلمون عن الدين والدولة أتعجب، لأن جل ما يجري في مكتبي لا علاقة بالدين، له علاقة بالأخلاق. يعني البريد والأمانات والمرافق وهذه الأشياء، فتوفير هذه الأشياء بالعدالة وبالأخلاق هذا شيء. أما الدين له دور مثلا في نحن نريد إقامة الطقوس الدينية في دولنا، فهذا مهم جدا. أما العلمانية هو لابد أن نشرح هذه الكلمة ومعناها، يعني فعلا، لأن الإسلام أنا لا أرى أن الإسلام يعارض العلمانية التي هي معقولة. أما العلمانية التي تحارب الدين كما في لايسس كفرنسا هذا شيء آخر. أما العلمانية التي تعايش مع الدين هذا في دول كثيرة. العلمانية التي ربما تحاول أن تقنن ربما دور المؤسسات الدينية في المجتمع، بمعنى ألا يهيمن الخطاب الديني أو الدين أو المؤسسات الدينية أو رجال الدين، سمى ما شاء، على حراك المجتمع. وهو المشكلة واجب الدولة أن تحمي المجتمع طبعا. وهو المشكلة أن كثير من المسلمين جعلوا الشريعة في الحدود فقط،
يعني هم يظنون أن الحدود الحكومة عليها أن تطبق الحدود فقط وهذا هو. أما هناك كثير من العلماء ذكروا هناك موانع لإقامة الحدود ومنه انتشار الجهل بين الناس، هذا يقول ابن همام وغيره. فيعني هذا العصر يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى عقل جبار وكبير، فنحن نحتاج إلى العلماء المستنيرين. ولذا أنا أرى يعني أن هذا مثلا هذه الهيئة التي كونتها الحكومة هنا ضرورية، يعني هذا مراعاة الفتوى وأهمية إصدار الأحكام التي تناسب العصر، وهذا ليست تنازل هو تنزيل الحكم على الواقع، فقه الواقع، فلا بد من هذا الشيء. اسمح لي بالفاصل الأخير شيخ حمزة يوسف، بعده سأعود وأطرح معك مواضيع لها علاقة بإشكاليات في ما نسميه أو يعني التطرف الديني، ظهور بعض المظاهر التي أساءت للإسلام والمسلمين للأسف الشديد في السنوات القليلة الماضية، بعد الفاصل. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الشيخ حمزة يوسف، الوقت يداهمنا شيخ حمزة والحوار ممتع جدا معك. تقول هناك طاعون بيننا، طاعون يقضي على الإيمان، طاعون أيديولوجي، طاعون سيفرز مزيدا من العنف إن لم يتم القضاء عليه. نعم، ماذا تقصد؟ يعني هناك تطرف الديني الذي انتشر، هذا هو الطاعون ما في شك. وكذلك يعني أنا عندي مثلث كذلك، يعني هناك الإسلام السياسي وهناك الإسلام الذي يرفض التراث، ولكن السبب هو الجمود على التراث. فنحن لابد أن كذلك نلوم يعني التراثيين الذين تجمدوا على تراثهم فأدى إلى إفرازين، وهذا إذا التقى هذا وهذا يلتقي في أمثال داعش، وهذه كارثة. يعني الإسلام السياسي مع رفض التراث هذا يؤدي إلى، هل صدمت شيخ حمزة بعنف داعش وتبريرها لهذا العنف بتفسيرات دينية؟ هو ما في شك أن هناك أسباب ولا بد أن نفهم الأسباب، يعني مثلا الدخول في العراق هذه كارثة للعراقيين، يعني شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، يعني لازم نعترف بأن هناك ظلم كبير وقع. لكن كذلك الآن نحن بهذه الظروف لابد أن ننظر إلى الحلول. يعني نعم، تقول صراحة إن الذين هاجروا بمشاكلهم، تتكلم عن الهجرات. نعم، الهجرات هاجروا بمشاكلهم وعمروا مساجدهم بها، يعني بمشاكلهم. نعم، والمسلم الجديد يتعب جدا من هذه التناقضات. هذه مشكلة، لأن كثير من الناس الذين يهاجرون إلى أمريكا يأتون بأفكار قد لا تناسب أمريكا، يعني أفكار هي نشأت في بيئة معينة. مثلا هناك أفكار يعني في الهند وفي باكستان وفي مصر وفي سوريا وهكذا نقلوها إلى أمريكا ولا دخل لهذه الأفكار في أمريكا. فنحن نريد أن نجرد الإسلام عن الإيديولوجية، الإيديولوجيات هي التي أهلكت ديننا تماما. الإسلام بمفهومه التدين الفردي البسيط، نعم، خاصة يعني الأحكام السلطانية لا دخل للفرد في هذه الأشياء. الإسلام السياسي الذي يطالب يعني مثلا إقامة الحدود وهذه الأشياء، هذا لا دخل للفرد، على الفرد أن يزكي نفسه، أن يربي أولاده، قووا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني يبدأ بنفسك. لكن الإسلام السياسي هو أيضا غطاء لأجندات، لمصالح ذاتية، لطموح في السلطة. نعم، بغطاء يعني ديني. كثير منهم قد تكون لهم نية صحيحة، هناك جنود، لكن هناك كذلك الذين يريدون الوصول إلى الحكم، هم عندهم هذا الشيء في أغراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعطي هذا الأمر من طلبه أو من حرص عليه، هذا لازم واحد يتفطن لهذا المعنى. نعم، هل يقلقك
صعود ظاهرة الشعبوية في الشعبوية الآن في العالم، ليس فقط في الغرب، نعم، يعني في كل العالم، وهذا خطير، لأن الآن القلق، نعم، الاجتماعي، والناس يحسون فعلا بأن هناك أشياء لا يفهمها، يعني فالمستقبل الآن غامض مبهم، فالناس في هذه الظروف يبرز الشعبوي ويخوف الناس. ولذا المؤمن لابد أن يتمسك، الإيمان مشتق من الأمن، أمين، نعم، يأمن، يحس بالأمن يعني بالله سبحانه، نعم، وتعالى. في مقال مهم لك في الواشنطن بوست قلت لازلنا لا نفهم تأثير الإنترنت في نشر ثقافة العنف في عقول الشباب، نعم، وأنا وأنت تحدثنا في أحد الفواصل عن خطورة التكنولوجيا والإنترنت، نعم، على تشكيل ربما ثقافة العنف في عقول كثير من، نعم، الشباب. حدثنا عن هذا القلق لو سمحت. هو الشباب، أولا الشباب بطبيعة حالها من شبة النار، يعني هناك نوع من الغليان في طبيعة الشباب، وأحمد زروق يقول يعني الإنسان يميل إلى التطرف، هو قال الغلو، نعم، التطرف هو الغلو في اللهجة القديمة، نعم، يميل إلى التطرف أو الغلو في الرشد والغي، فهو الإنسان طبيعته يميل إلى هذا الشيء، فإذا هناك فراغ وهناك عدم مثلا الظروف التي ممكن يمكن الشباب من مستقبل مزدهر، هو قد يذهب إلى هذا الشيء، فهناك، نعم، مشاكل اجتماعية كبيرة جدا إذا لا نعالجها هذه الأشياء، نعم، ستستمر وتزداد. لفت انتباهي في حديث معك لما قلت لي، اسمح لي أن أشرك المشاهد في هذه الملاحظة الجميلة، أن كثير من السي أوز في السيليكون فالي يحذرون أولادهم وأطفالهم من استخدام التقنية اللي، نعم، تنتجها شركاتهم. نعم. صحيح، هو للأسف كثير من الأمهات يتعبنا من الأولاد، من فيشغلنا الأولاد بالإنترنت أو بالحاسوب أو التلفاز، نعم، كتسلية لهن، لكن هي عليها، أو الرجل يعني مهما، نعم، كان في البيت عليهم يعني مسؤولية كبيرة جدا في رعاية الأولاد من هذا الشيء. هذه الحصان طروجة هذه إذا دخلت البيت يعني وأنت لا تراقب هذا الشيء، كأنه أجانب يربون أولادكم، وهذا خطير جدا، وهم يعرفون خطورة هذا الشيء على العقل وتنمية العقل، فهم فعلا يخافون من تأثيرات، نعم، السلبية. ما أكثر ما يقلق الشيخ حمزة يوسف اليوم على الإسلام؟ هو على الإسلام، أنا أظن أن الإسلام دين ليس لشعب معين، هو دين عالمي. أنا وجدت راحة عجيبة في هذا الدين، وأنا أفرح بهذا الدين، فبذلك فليفرحوا. أنا أفرح بهذا الدين، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني القرآن أنزل لسعادة البشر، فأنا أخاف أن الناس يرون الإسلام مشكلة وليس حلا للمشاكل، يرى الإسلام داء وليس دواء للأمراض. شكرا جزيلا الدكتور حمزة يوسف، أشكر قبولك دعوتنا في حديث العرب. الله يبارك فيك. كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء. شكرا.